بدينا نكمل مع مسيو خليل. مع يا مسيو اهلا خليل وسهلا، بيحلى اهلا التجميل. وسهلا فيك. مسيو خليل، السيدات اللي بيعانوا من امراض الثعلبه او السرطان او امراض البهاق في الشعر، بتاثر الصبغه عليهم؟ نطلب الشفاء لهم باذن الله. ان شاء الله. الصبغه اذا يعني اعطت بطريقه صحيحه وانصبغت بطريقه 100% وتكنيك علمي لها ما بتضر للشعر. اما في ستات ما هو الكانسر ما في شعر، الله يشفيهم يا رب، بيكون فكيف بدك كعك تصبغ؟ من المواد في احيانا الدموية. الثعلبه عند الاخوه والاخوات، انا كثير عالجت كثير 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 وعملت برنامج والله طويل عن الثعلب الحمراء والثعلب الصفراء والثعلب البيضاء، وكيف بتيجي الثعلب وكيف وكيف بتروح شكلها الثعلب بيكون وكيف وكيف شكلها، كيف بتكون هيك، كيف بتفقس من هون، كيف بتعطي لهون، كيف بتمشي الثعلبه. فحكينا كثير وعالجناها وطلعت نتائج عندي ممتازه جدا، حتى البهاق في الراس احنا عملناه واشتغلنا كثير، وحتى البهاق في الحواجب وفي العيون هون اشتغلنا ورجعنا للوضع هذا. اما احنا بنقدر نفحص الشعره، هل بتتحمل هالصبغه ام ما بتتحمل؟ بنقدر من وراء هالدان ناخذها نصبغ عليها هيك، في تحسس صار عندها على ايدها من هون، في تحسس شوي، ما في عشان تحسس بنبلش المواد شوي الكيماوية أو بالشعر. الدواء اللي بياخدوه. والكوفير اللي له خبره، اللي له خبره طويله جدا في الشعر، بتطلع على الشعر هيك بفهم بيستحمل بيستحمل ما بيستحمل، ما بيقدر يجازف ويشتغل يخرب اكثر ما هو خربان. اما احنا بنعطي نصائح اكثر، يا ستي والله شعرك حرام تصبغي، شعرك تعبان بسقط والله، بلاش تعملي كذا، اصبري عليه شوي، الله بعينك شوي، ركبي لك ورقة، ركبي لك باروكه هيك شوي اذا تعبان عندك هالشعر، اللي ترتاحي من هالشيء. الشغله الثانيه بالنسبه احنا نقول التحسس، في كثير ستات بكون يعني بالناس بكون في شعرهم في 100% واحدة بيكون شعرها حامي كتير، لما بتحط البلاندر وبتحط البلوتيفيز والأكسجين وبتسلق بتلاقي الورقة حميت. بدك تسأل الست شو حاطة على شعرك، ما تغشها، ما تغشك هي كمان، تقولها حاطة حنة ستة، في حنة على شعرك، في حنة سوداء على شعرك، في إشي على شعرك، في كيميكالز على شعرك، في زيوت على شعرك. فهون أنت بتتريحي أكثر وببطل إنه هالشيء يبين عندك، فبتعطيها بنتيجه صريحه جدا وبتبدا ترجع تشتغلي في طريقه ممتازه وترجعي تقولي للست انت غلطتي معي، لازم نعمل لك احلى من هيك واجمل من هيك. فالشعر علمه طويل وواسع وكثير، وان شاء الله يا رب احنا بنتمنى لكل الستات يكون جمال شعرهم وشعرهم كثير منيح وكثير له طريقه حلوه. بالنسبه للصبغ الحنه، الحنه نحن ذكرنا هلا اسم الحنه بال ذا مجر اوف هنا، يس. الحنة بتطلع من الشعر يعني، مزبوط لما أقرأ إعلان شامبو غسيل الحنة بتطلع من الشعر؟ احنا رجعنا للأخ أبو دعاء في البداية للشاب. في ستات عندنا الحنة عم تنصبغ بطريقة الحنة الكيميكالز، الحنة الكيميكالز. معنا اتصال؟ معنا اتصال. علي ملكاوي من البحرين، صباح الخير. صباح الخير، كيفك علي؟ كيفكم؟ شو اخبارك؟ الحمد لله كل عام وانتم بخير. وانت بخير وكل عام وسلامة. بنصبح اهالي البحرين. بحب اصب عليك، الله يسلمك يا رب يبارك فيك ان شاء الله. بس بحب اسال سؤالين ممكن؟ تفضل. تفضل. السؤال الاول، الثعلبه بتكون يعني خلينا نقول واحد في البيت مع زي هيك في راسه بتعدي اخوانه اللي في البيت او اخواته؟ والسؤال الثاني، الحنه كثر الحنه او صبغه الشعر بتاثر على الجلد او على الشعر نفسه؟ يلا هلا بنجاوبك. خليك معنا. اخي علي، اخي علي اتمنى تكون معنا، وانا اعطيت محاضره في البحرين وكنت انا والاخ الكريم صالح العم اللي هو الاعلامي اللي عندكم الكبير معروف، وعملنا محاضره قويه صديقي. جدا. ولكن انه بالنسبه للثعلبه الثعلبه في البدايه اول شيء لا تعدي نهائيا، لا تعدي عن طريق الفرشاي، لا تعدي نهائيا، بس الافضل يكون فرشاي خاص لك، هي ما بتعدي بس الافضل لك تكون فرشاي تمشط شعرك فيها ومنشفة خاصة. كيف بتعدي من منطقه لمنطقه؟ بتفقس ما بتعدي؟ البكتيريا نفسها بتنتقل من جلده الراس لنفس الراس. انا الحمد لله يعني في في صاحب الي جارنا يعني بجنب بيتنا، وكنت اشوفه يعني هيك، وكنا نروح على المسجد مع بعض ونصلي وكذا، بس يعني خفت يعني تكون يعني عدوى. بس هي معنا في البيت. هي اخي الكريم الثعلبه يعني الاطباء، اطباء الجلديه واطباء النفسيين بيعرفوا الثعلبه من ايش بتاتي اصلا، هي حاله نفسيه
سيدي في المجتمع كافة، ولكن أنا بحكي على طريقة العدوى لكي أريح بالك إنها لا تعدي إطلاقا. أما السؤال الثاني، طب سؤال بس دكتور الله يخليك، يعني سؤال ممكن، يعني هل إنه الطب الخاص، يعني خلينا نقول إن عند العطار زي اللي في الأردن هون، في عندنا في البحرين العطارين، ولا الطب العادي المتبع الطب العام الواحد يتعالج فيه؟ الأفضل 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 الأفضل, الأفضل في بداية الثعلبة أنك تراجع الطبيب، وليس في نهاية الثعلبة عندما يلحي الشعر من الرأس. فأنت لازم يعني طلعت لك ثعلبة مثلا، أنا آسف أني أحكي، فطلعت الثعلبة عندنا فوق الإذن فمسكت لنص الجبين، ظلت تمشي، فهي الثعلبة الحمراء القوية جدا عم بتأثر وبتلحي الشعر وبتلحي الحواجب وبتلحي الذقن وبتلحي الرموش وبتلحي كل شيء اسمه شعر في الجسم. في بدايتها احنا شفنا هالثعلبة عندنا اللي بتطلع برضو عند الذقن وعند الانف وعند الشارب، فاحنا هون لازم نراجع الطبيب او خبير التجميل لكي يعطينا النصائح. اما كعدوى الثعلبة فهي لا تعدي، فاحنا بنقول لاخواننا اللي عندهم ثعلبة في البداية يراجعوا يعالجها حتى ما تنتشر، لكي ما تنتشر في البداية لجسمها او لشعر السيد. شكرا لاتصالك، خليك معنا. السؤال الثاني، السؤال الثاني بقول لك كتر الحنة والصبغات بيأثروا على فروة بالنسبة للحنة الموجودة، اللي حنة الحنة الحنة الخالية من الكيميكال فهي جيدة، والحنة اللي فيها كيميكال فهي عم بتكسر الشعر. أنا سألتك سؤال قبل ما يتصل تفضلي علي ملكاوي من البحرين، الصبغة الحنة تنزل من الشعر بسهولة؟ يعني في شامبوهات، هو قطعنا الأخ الكريم، في شامبوهات بتنزل بالنسبة للحنة؟ في سيدات كتير عم بيصبغوا شعرهم بأسود بلاك، حنة سودا عم بيحنوا شعرهم. بتيجي الأخت الكريمة السيدة بتيجي لك أنا بدي أعمل شعري أشقر، بدي أعمل شعري أحمر، رأسا بتقلب على جرين مباشرة مع الكيميكالز، بيصير رد يعني بالألوان، بألوان الكيميكالز، نقول ألوان قوس قزح، كل المزينين في الوطن العربي بيعرفوها، السبع الألوان المشتقة اللي هي بتفرد مادة الصبغة كافة. شفت السبع ألوان هدول هم مشتقات الصبغة الموجودة لعنا. فالحنة ما بتعطي لون، ما بتعطي لون 100%. إذا ما في حنة بكون أفضل بتعطي لون. أما الحنة المتراكمة زي ما حكيت للأخ علي ملكاوي من البحرين، إنه الحنة عم تعمل تكنيك اسمداد لون فقط مثل دهان، وليس فيها معالجة. اها، هلا الحنه الطبيعيه حمراء سوداء بنيه؟ بس لا، حمراء سوداء، ما في بني، ما في. هلا صار في بني، بني كيميكلز، كيميكلز مفهوم مفهوم. عندك بلاك وعندك دارك براون، هذه الحنه مش دارك براون، احمر نحاسي حتى للعلم، يعني فهمت علي كيف اخواننا الشيوخ ما شاء الله عنهم اللي بيصبغوا دقونهم بتشوفون بتلاقيها حمراء، حتى ستاتنا الكبار كانوا يصبغوا بالاحمر هذا يغطوا الشيب، لانه ما كانت تقدر تروح لكوفير لو مزين كان يكون هذا شيء ثاني عندهم. طب مشاهدينا، زي ما قلت لكم في عروض خاصة للشعر، تركيب الشعر، لتنظيف البشرة، تاتو، قص، سشوار، صبغة من صالون مسيو خليل السيد للتجميل بمناسبة عيد الأضحى المبارك لمشاهدين نورمينا. سؤال أخير سألوني، اتصلوا في كذا ست بيسألوني بعد البرنامج، بعد حلقة قبل مبارح، بيسألوني عن التاتو. شو بتحكي عن التاتو؟ الحواجب، الكونتور، الايلاينر، البلاينر. احنا حكينا في البداية انه التاتو حل جذري لجميع مشاكل البشرة، اللي هو مش التاتو، نقول بالاحرى اللي هو البيرمان دبري فلاكا، اللي هو الحل الجذري لجميع مشاكل البشرة. كيف اعزائي المشاهدين، يسعد صباحكم، بدي ارجع اذكر فيكم بالموضوع. حلو، هلأ ست بتكون ما إلها حواجب، خفيف حواجبها، كل يوم بها الألم تعبت، فبتعمل البيرمان دبري فلاكي، هو طبي مصرح علميا، تشتغل فيه طبي وتعطيها اللون كتير حلو. عندها ما في إلها رموش، بنقدر نعمل لها خط ايلاينر خفيف. عندها شفايفها صغار شوي كبير، بتقدر نحدد لها اياهم ونعبيهم، بنقدر نطلع بطريقه صحيحه. اما البيرمان دبري فلاكي فهو علم واسع في فن التتواج، يعني احنا اعطينا محاضرات عنه واشتغلنا، وانا يعني الحمد لله من الاوائل في الوطن العربي في فن التتواج، فبتعطي
في التاتو في التتواج بالبيرمان دبل بلاكي بتعطي شيء كتير حلو. فالست بتتريح من مشكله حواجبها، بتريح من مشكله عيونها، بتتريح من مشكله شفايفها وبطلع اجمل. وانا بقول التتواج هو الحل الجذري لجميع مشاكل البشره. يعني مسيو خليل الكلام معك ما بينتهي، وعن التجميل وعن تجميل المراه العربيه الشرقيه ما بينتهي. للحديث بقيه تابعونا الحلقه الجاي مع مسيو خليل من أرز لبنان ل سوسنة عمان لأم الدنيا أم مصر. بدي حابة أذكركم إنه في عروض خاصة من صالون خليل للسيد للتجميل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ولكل مشاهدين نورمينا. أي سؤال بخطر ببالكم الحلقة الجاية شو بدك تحكي لمشاهدينا؟ عن الكراتين والتمليس بإذن الله. عن الكراتين والتمليس. أي ست بتحب تسأل مسيو خليل سؤال تابعين الحلقة الجاية لتعرفي معلومات أكثر بخصوص هالموضوع للكراتين والتمليس وفوائده وأضراره للشعر. إذن مشاهدينا هون بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. صباحك غير في أردن الخير، على أمل اللقاء معكم الحلقة الجاي. تابعوني مني ومن فريق البرنامج ومن مسيو خليل السيد أجمل تحية وأحلى صباح، وبتمنى لكم عطلة أسبوعية جميلة. شكرا لمتابعتكم.